بس راح حسن نرجع من بعد ما رجعت من بريطانيا التحقت مباشرة بشركة الوالد. ما لماذا اخترت يعني طبيعي تختار شركة الوالد، بس ما فكرت انك تلتحق بشركات اخرى او امانة؟ يعني كان المؤسسة في حاجة لشخص من الشركاء يستلم إدارة المؤسسة، إدارة من يعني الحسابات، هذا إدارة ككل يعني. طبعاً لازم في هناك الحساب أو الأوديتين، لازم يعني واحد يعرف، واحد من الأخوة الشركاء يستلم المؤسسة أو يستلم إدارة حسب أنه يعرف إيش قاعد يصير في مصر. كان عندنا أغلبهم الأجانب مستلمين الإدارة والحسابات، بس تحتي يعني يشتغل عادة. لكن رجال الأعمال يعني أول ما يتخرج بلده يدز في السوق، يخليه يشتغل في مكان آخر على أساس يأخذ خبرة. ما كان هذا التوجه موجود عند الوالد؟ أنا والله أمانة على شيء يمكن جديد عليك، أنا في الشيراتون مسكت أول ما بديش قبل ما يفتحون الشيراتون اشتغلت فترة عندهم في الإدارة، مجرد بس أخذ شوية مثل ما تفضلت قبل أن تفتحق بشركة الوالد. وكنت يعني اروح مثل دوام مع الشركات المكسايله لما افتحوا الفندق، بس كان في الكابل عندهم البورت كابل، كان كل اجانب انجليزي، كنت انا استلم اداره الحسابات وياهم. بس مجرد انا كنت باخذ 6 أشهر خدت وياهم تريننج كذي، ما عشان الراتب بس عشان مثل ما تفضلت، وفي العصاري اروح المؤسسه هناك شوف شنو يعني أوراق عندهم. ما هي الأبرز الأعمال التطورية اللي دخلت؟ يعني أنت دخلت المؤسسة وش وين كانت وشنو صارت الآن؟ كان عندنا أول ما استلم كان عندنا فرعين، بعدين صاروا 7 فروع يعني مجموعة شركات اللي مدينة عيسى، سوق المركزي، محرق، فرعين، شارع المعارض، وفي اللي كان في العين. فيعني الفروع هذه فروع ما عدا اللي الرئيسي كان في المنامة، هو سوق دارجيلينغ، هاي بعد واحد من أقدم المحلات اللي كان عندنا في السوق داخل. فأخواني هم طبعا 5 اللي في المؤسسة، السادس بقى في طيران خليج مدير، اللي أخوي عبد الله اشتغل في مدير محطة ما يقارب على فوق 30 سنة، فهو الوحيد اللي ما كان معنا في المؤسسة، والباقي كلهم كانوا في المؤسسة معنا. فمن هذه الحمد لله تطورت المؤسسة، وكنا نبيع بعدين حتى وصلنا مواد منازل، هذه أدوات منزلية وأدوات قرطاسية. بس عقب طبعا من فترة وفترة أخوي يعني بضايع من هونغ كونغ، من الصين، من تايلاند، بس جاود يعني. وحنا كان عندنا شركات جاودة طبعا، بس صار المستهلك يبي شيء يعني مثل حق بيته، شيء بسيط، ما يبي شيء مثل ما يقولون مثلا يعني مطرقة ب6 دينار، لا يبي شيء اللي يبيعون في السوق الهايبر ماركت على دينار ودي. يقول استخدم في البيت ما استخدم. فهذا اكثر شيء يعني كنا نتعامل الحكومه بعد ما اللي اكثر شيء ياخذون الجوده في البضائع. وصلت الدراسه في اعتقد في مجال الخدمه بالمالي والبنوك كمبيوتر، في اي سنه كانت هي الدراسه؟ هذا الله يسلمك 1982، يعني اخذت الكمبيوتر ساعة تو طالع لي. وبعدين اخذت طبعا دراسات مثل ما يقولون بعض المعاهد عندنا، اخذت فيها كورسات في لمجرد حق عملي الخاص او في المؤسسه، اخذت كدراسات لان اول ما كان في عندنا التلكس والفاكس والاشياء الصغيره هذه، ما كان في اجل. بعدين جاء الكمبيوتر طبعا،
دخلت في عندنا في المؤسسة وطورنا خلينا شبكة كاملة. ابتدينا أخذ بعد كورسات للأسف إنه واحد يتعلم شوية من الكمبيوتر والأشياء، بس الحمد لله عقب مشت الأمور خذينا نوع الشبكة واحدة كاملة مع الفروق كلها فسيستم واحد صار. حب حسن مخمص للعمل الخيري وولعك بنت سؤال جدا، يعني السي في اللي قدامنا يقول انت في اكثر من مجال في اكثر من نشاط. انا الله يطول بعمرك خد سيرة الوالد الله يرحمه، يعني الوالد كان يحب حق التطوع الخير او حق يعني ينفق في الخير، كان كل يحس به. يعني كان الوالد في محرم اول اسبوع من محرم يدفع الزكاة في البيت عندنا في رجل بن علي، عندنا حوش كبير، فبس يقول حق الجماعة ترى يوم الجمعة بتكون زكاة، فشوف عيونك من مدينة عيسى من الغفار المساكين حق يعني 10 دينار كل واحد كل فرد يعني يعطيهم، فيتجمعون من نساء ورجال ويا البيت كلهم يدخل. أول شيء يدخل الله يرحمه الوالد يدخل النساء داخل البيت، بس أقول لك عن سيرة الوالد أنا أخذت أبوي كان يعطيهم الزكاة يطلعون ويبشرون الرجال. أنا خسيرة الوالد يعني كان في جمعيات خيرية، أول شيء جمعية كان عندنا اللجنة الاجتماعية طورناها إلى صندوق خيري، بعدين أسسنا جمعية المحرك الخيرية. صندوق الخير اللي أسستونه في البداية صندوق شنو كان؟ أول شيء كان صندوق، بعدين وزارة التنمية قالوا لا ما يصير صندوق سووا جمعية. صندوق المحرك الخير. صندوق المحرك. تكت من المؤسسين لصندوق المحرك. مؤسسين ومسكيت الرأس فيه 8 سنوات. هذه قبل ما أدخل في يعني السياسة في الحكومة. واشتغلنا والله نخبة طيبة من الإخوان. الإخوان شكلنا لجنة وعفواً مجلس إدارة واشتغلنا حق مو بس حق المحرك، والله يجون معنا من برا اللي يستحق. كان عندنا طبعاً لجنة بحوث اللي يستحق نعطي بالإضافة على ذي. بعدين كان في طبعاً جمعية الأنفال الخيرية بعد طلبوا مني أن أكون رئيس فخري لهم وشرفت واشتغلت وياهم. بعدين كان في جمعية الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة هاي بعد من إخواننا يعني اثنين عزيزين علينا اشتغلوا شكلوا هاي الجمعية، ومن ضمنها حق رعاية الوالدين فيها. جمعية البحرين لرعاية الوالدين. جمعية البحرين لرعاية الوالدين. البارحة كان بعدنا اجتماع ثاني. جمعية البحرين لرعاية الوالدين ويانا الوجيه الأخ العزيز هنا أحمد البنا. وهو ماسك الرئاسة وأنا النائب الرئيس ماله، وطبعاً هو الرئيس الفخري اسمه الشيخ خليفة بن علي هو الرئيس الفخري. ونشتغل وهي بعد فيه كلها يعني مثل ما نقول تطوع. وللأسف أن الوزارة التنمية 5000 دينار تعطي السنة، وإحنا يعني تشغيل الجمعية يحتاج لك على الأقل 30,000 دينار في السنة من موظفين إلى وصيانين، والله يزيدهم من خير. يعني أخونا محمد وفؤاد وإبراهيم كانوا بنوا النادي على حسابهم وأثثوا بالكامل، يعني هذه ما ننسى لهم يعني الفضل اللي هي جمعية البحرين لرعاية الوالدين. وبعد طبعا قبل كان بإدارة بوهاني وزير كان وزير العمل جميل حميدان. جميل حميدان فهو ما يعني أمانة يعني ممكن جدا كان متعاون يعني، وما زال بعد ساعة الوزير أسامة بعد وين متعاون أي فعالية يحضر يعني. وكان عندنا مؤتمر سوينا مؤتمر تطوعي وحضر آخر مرة من مدة 4-5 أيام
اللي كان في كران بلازا، حضر سعادة الوزير أسامة نصور وما قصر، يعني أشرف جمعيتنا وكل شيء، الأمور كانت جدا طيبة وكان يعني المؤتمر ناجح. ففي أتينا طبعا دعوات من آخر مرة حين في تركيا كان عندنا ورقة عمل اللي هو الأخ عبد العزيز السندي راح وقدمها باسم البحرين، بس عالميا ما ركز وايد، يعني أقول لهم دائما عالميا هذه الشيء اسمه حق البحرين طيب يعني. فضل حق جمعية البحرين رعاية الوالدين فيها طبعا نساء ورجال وكلهم كبار في السن متقاعدين، وهي النادي عملوا عبر دور حق الرجال ودور حق النسوان فيحضروا ثلاث أيام في الأسبوع، وبعد كلفة لأن أنت بتوفر لهم فطور ريوق، يعني فطور توفر لهم اللي هي الأدوات واللي مثل ما تقول، لأن كل مثلا كبير في السن مثلا شغلة نجار تجيب له عشان ما ينسى مهنته، واحد مثلا حرفة يدوية شيء، أو عندنا النسوان خياط أو لذي، فنجهز لهم المكان هذا فيكون من المنتجات أسر المنتجة يعني. فهذه يعني من ضمن برنامج النادي اللي هو جمعية البحرين رعاية الوالدين. زين، أيضا دخلت في مجلس إدارة الأوقاف السنية. نعم طبعا أنا جلالة الملك حصلت ثقة ملكية تعييني عضو في مجلس الأوقاف السنية، هذه شرف لي. كان أي سنة التعيين؟ نعم أي سنة صدر التعيين؟ سنة 2000 و يعني 3 سنوات 2018 أعتقد أو 2019 صحيح. 2019 ولا زلت عضو إلى الآن؟ وما زلت يعني عضو، بس ما لي هي شلون يعني، هي عقب كم شهر طبعا خلص الذي 4 سنوات. الحمد لله أنا مسكيت 3 لجان، لجنة الاستثمار، لجنة الوقف الخيري، وفي لجنة الترقيق. مع الشيخ خالد الشيخ راشد الهاجري والنعم فيها شخص محترم يعني جل كل الاحترام، يعني اشتغلت وياه انا اول مره 3 سنوات بس ادارته ممتاز الحمد لله. طبعا الاوقاف هي يعني بنقول مؤسسة حكومية، بس فيه وقف لكثير من الجار من الناس، فهاي الوقف كله لازم يطور فيه الوقف، الأوقاف يطور فيه. ما هو الدافع اللي خلاك تدخل الترشح؟ طبعا أول ما 2002 دخلت كمرشح بالبرلمان حصلت يعني اقبال من الدائره من وجهاء المنطقه، قالوا لي ادخل انت عندك كفاءه ان شاء الله واحنا وياك، سواء من الجفير او من ضحيه الفاتح او من الغريبه دارتي هذه كلها، وبالاضافه الى النبي صالح. فالحب كان طبعا هناك معارضه، دخلت واكتسحت يعني، اخذت ويا منافس واحد طبعا والحمد لله. خلنا نركز على البرلمان 2002، كانت التجربه الاولى. تجربه بدايه، هل كنت مستقل ام كنت منتمي لجمعيه المنبر؟ هاي كلام يعني سؤال وجيه يعني. طبعا انا ما عندي عضويه ابدا ويا اي جمعيه سياسيه، هذه نقطة. بس هل كنت في ضمن كتلة المنبر يوم هذا؟ بس لما أنا لما 2002 دخلت المجلس وكنت مستقل طبعا، كنت أشوف كتلة المنبر أكبر كتل ممكن إن هي تدعمك في مقترحات أنت ممكن تقدمها، وشفت الأخوة يعني كلهم اللي الدكتور صلاح علي، الدكتور عبد اللطيف، الدكتور علي، كلهم رجال ما شاء الله يعني معروفين يعني ما عليهم أي وشيء، دخلت وياهم ككتلة فقط لا غير، لكن عضوية ما عندي معارضة إلى الآن يعني، ما عندي عضوية ولا في المنبر
ولا في الجمعية. يعني كان انت في 2002 شفت ان المصلحة تقتضي انك تتحالف مع المنبر وتكون ضمن كتلتهم على اساس بالضبط العمل اللي كان ذاك الوقت عمله، لان عندك مقترحات تبي تمشيها، فتبي تمشي المقترحات، فهذه لازم تحصل لك كتلة قوية تدعمها، سواء مشروع عندي في الاسكان في الجوفير، وعندي مشروع اللي هو نادي النصر، وعندي مشروع الإسكان في النبي صالح. هاي كلها تحتاج لك على الأقل كراسوت يكون يلمك فيها. أعدت لكن أعدت ترشيح نفسك في 2006 مستقل. مستقل. لماذا ما أعدت يعني ليش ما أعدت نفسك ضمن كتلة المنبرة؟ يعني خلت مستقل لأن أحس دا يعني مثل ما تقول دخولي مستقل أحسن لي أنا، يعني معنى يمكن هم يدعموني مثلاً بأصوات أو شيء، بس أحس استقلالي واحد روحه أحسن أنا في نظري يعني شديد. ما حالفك الحظ في 2006 ورديت نزلت في 2010 أمام ضد المرشح، نفس المرشح اللي اكتسحك في الجولة في 2006. شو الدافع اللي خلاك في 2000؟ دافع الله يطول عمرك. أنا حكيت تتوقع الفوز يوبها في 2010. أنا كان عندي أمل، بس شلون هو لازم الواحد يعني مو الفوز والخسارة مو بعيب يعني. طبعًا أنا دخلت سواء فزت أو ما فزت أبارك حق الشخص اللي فاز، أروح له أبارك له. وبالفعل يعني لما فاز أبو جعفر إحنا باركنا له، قلنا له الله يعينه إن شاء الله. فهني ما مو يعني أنا دخلت ك يعني مثل ما تقول دعم للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وليس خوفا إني أنا بفشل. الفشل مو بعيد مثل ما تقول، سواء في تصويت أو في ترشح الواحد أو شيء، بس دعم للمشروع الإصلاحي، وما كان في منافسين وايد يعني كانوا هو وواحد ثالث. تجربة كتلة البحرين يومها كانت أول كتلة تضم نواب من الطائفتين. بالضبط. شلون صف لنا هي التجربة يعني؟ والله يعني أمانة ما كان عندنا أي توجه مثل ما تفضلت يعني طائفي أو شيء، كنا دائما نسعي ل إن المسيرة المواطنية تمشي نفس ما يكون، وما نبي هناك أي خلاف يحصل. كل طرحنا يعني معتدل بين الطائفتين. ما كان عندنا أي توجه طائفي أو شيء، كان الأخوة سواء من السنة ولا الشيعة متفاهمين متعاونين في أي طروحات أو شيء. إحنا الكتلة اللي شكلناها كانت أقوى كتلة في 2011 التكميلية، كنا ننزل بعض المقترحات بعض اللي، وما شاء الله يعني حصل دعم من باقي الكتل اللي أصالة، والأكثر شيء كانت أصالة، والمنبر كان 2 أو 3. فالحمد لله يعني كانت ما كان عندنا شيء اسمه طائفي أو شيء، كنا نشتغل كرجل واحد يعني، وكلهم متعاونين كانوا معنا، واللي ما زلنا نتواصل مع بعض. بعد تجربة 2000 صار تعديل ألغية المحافظة الوسطى يومها، وصار التعديل طلعت منك النبي صالح، دخلت عليكم من الحصان في الدائرة. هذه اللي سببت لنا نوع هاي، يمكن هنقدر نقول هاي هذا هو السبب في خسارة مقعد الدائرة في 2014. أحسنت، لأن طبعا أخونا عبد الرحمن بونجي له شعبيته في الحصان، وبعدين أنا دخلت كل وقت حسب إن عندي ضحية اللي فاتح والجفير والغريف، بس كان في مقاطعة شوي فسبب شوية قلة الأصوات. بس بالنسبة حق لما دخلت ويا أخونا أبو راشد عبد الرحمن بن جيد، ويانا بعد الأخ عمار، ويانا إبراهيم المناعي كنا، بس هو عبد الرحمن ما تعتقد ما حالفك حظ من الجولة الأولى؟ اي نعم. الجولة الثانية دخل هو معاه كنا عمار المناعي اعتقد. هو ابراهيم المناعي ولا ما ادري. اتذكر. المهم فهاي
أنا من الجولة الأولى خسرت ما جبت أصوات وايد. فهو عبد الرحمن خذ ال أو. زين. شو صفنا تجربة 2018؟ 2018 دخل أخونا عمار والناس قالت نبي تغيير، نبي شباب، ما نبي نفس النجوم، ما نبي ولا حسن بخمارس ولا عبد الرحمن بوجير، مو بيع كذي ما قالوا، بس يعني هذا اللي يتداول، نبي شباب، نبي نجوم جديدة. فصار يعني سلط الضوء على عمار كهو جديد وهم يعني إعلامي، فاشتغل وحصل طبعا دخل دوري ثاني ويا عبد الرحمن بوم جيد. بس هو طبعا جاب اكثر بسبب الناس اللي تبي تغيير. الان نرجع للسؤال الاخر، يعني دخلت الانتخابات جولتين وكنت ما يحالف كل حظ الحظ من الجولة الأولى، وعدت ترشيح نفسك في 2022 وحالف كل حظ ما شاء الله وصلت فزت بالدائرة. يعني ما هو الدافع اللي خلاك يعني هل كان عندي لأي مدى يعني أو بعبارة أخرى المعطيات ما هي المعطيات اللي تغيرت اللي خلت حسن بخماس يترشح في دائرة خسر فيها مرتين من الجولة الأولى؟ طبعا أنا حسيت أن النائب السابق كان يعني تواصل مع الدائرة جدا ضعيف، ما كان متواصل بيا ولا مع الحصان ولا الجفير ولا ما عدا يمكن عدلية لأنه سكن هناك. الكل كان يشتكي وكل يعني ما حتى لدرجة إنه قالوا ما نبي يرشح نفسي أنا النائب السابق. فأنا ضغطوا علي طبعا حتى أم علي قالت لي لا تعور راسك ولا تدخل في هالمهمة. أنا حبي للعمل والتطوع يعني يعني أنا أعتبره عمل تطوع. يعني تتلقي الضغط من الأسرة لفنيك عن الترشح. بالضغط. بس كنت مصر اني ادخل. الدوافع يعني فقط الدافع ان شفت عدم رضا عن اداء النائب السابق، لو في دوافع اخرى ايضا في احد كلمت من الاهالي؟ الاهالي نعم، الاهالي قالوا لي بعلي دش ترى الساحه مفتوحه. طبعا استشاريت اخونا العزيز عبد الرحمن جيد قال لي قلت له بتدخل اذا بتدخل خليني عشان ما تشتت الاصوات. قال عطني افكر. آخر شيء قال لي لا أنا ما بدخل. يعني نقدر نقول العمل السياسي أو التطوعي نمى العمل المؤسسة يعني أو العمل المؤسسة تحس إنه ما تراجع؟ هو طبعاً حسب السوق طال عمرك أستاذ حسن هو أبو محمد الله يسلمك السوق أبل دام على قولتهم يعني. دخولي يعني البرلمان ما بيأثر إني يعني بزنس مالي بينزل أو بيرتفع لأنه على حسب السوق هالأيام أيام الكوفيد. نفس المتابعة العمل يعني أنت كنت قبل كنت مفرغ نفسك للعمل الحين شوي انشغلت شوي. والله بعد ترى على فكرة أنا في وقت ما كنت نائب الأربع سنوات ما كنت أروح ريحت كلش. يعني ايضا من الاشياء اللي ما تطرقت لها بالاضافه للعمل التطوعي كان عندك عمل خير وكان عندك ايضا عمل رياضي اتحاد الالعاب الدهنيه والاتحاد الخليجي للشطرنج. نعم. شو الدافع اللي خلاك ما هو الدافع اللي خلاك تنتج هذا المسار؟ من اسمه الشيخ ناصر. كانت عندك هوايه في الالعاب في الشطرنج في البدايه؟ لا والله ما عندي هوايه في الشطرنج ولا الالعاب الدهنيه، ما على الدامي والكيرم بس مجرد يعني بس حصلت الله يسلمك يعني من اللجنة الأولمبية اتصلوا لي قالوا لي تعال نبيك في الموضوع. فرحت أنا طبعا الدكتور عبد الرحمن عسكر قال في أمر نعينك رئيس اللجنة رئيس الألعاب الذهنية. فقلت سمعنا طاعة ما عندي أي مشكلة يعني. مسكت يعني أربع سنوات. فهذه قصة
اتحاد الخليجي للشطرنج. انت الحين ذكرت اتحاد الخليجي للشطرنج، كنا الله يسلمك في اجتماع كنا في الدوحه ذاك الايام، كان في يانا رئيس الاتحاد اسمه يقول في عمل ابو ظبي، هو يانا رئيس الاتحاد الاوروبي كان يانا، وقال نبي نسوي اتحاد خليجي. قلنا ممتاز اوكي، كنت انا نائم ذاك السنه. قالوا خلاص احنا من 4 سنوات نعطيه البحرين، تكون اتحاد الخليج، اتحاد الخليج الشطرنج. وانا كنت وقتها رئيس اتحاد العاب الذهنيه. فهذه من ضمن يعني اتحاد العاب الذهنيه، اتحاد لان الامارات عندهم اتحاد الشطرنج لوحده، احنا لا عندنا كل الالعاب الذهنيه في اتحاد واحد. هل هناك شيء مثلا ما تطرقنا اذا تحب تضيفه او نذكره ضمن المسيره؟ مسيرتي يعني طبعا اتوقع اني غطينا كل شيء، بس انما يمكن طبعا حياتي الدراسيه خلينا نعيد شوي، ان كنت في الهدايه ان من اول ثانوي للتوجيه، فان نطلع مع الشباب من الهدايه لفريج البعاني مشي، طبعا كله مشي طبعا اول، وكنا مجموعه من الشباب يعني طلعات كذي، ايوه، وكنا يعني نشكل مثل ما اقول اخوه طيبه في كلنا، بس عشناها حياه طيبه يعني ما في اي مثل ما قلت لك اي تكلف او كلف او اي شيء، كنا كاسره واحده مع الجماعه. فهذه يعني الحياة كانت أول التلاحم العائلة والترابط أحسن من يعني سوري يعني أحسن من الحين، كنا الأسرة واحدة تقعد على طبق واحد أو مثل ما يقولون السفرة، وتنتظر أبوك أول شيء يبتدي وبعدين أنت وفي بركة يعني تحطون لك مثلا العيش محمر فوق الصافي زين، لكن بركة يعني كلنا إخوان قالوا لي تأكل ويزيد. الحين يعني هالجيل أو سوري يعني الجيل الحين اختلف، يعني الأم بروحها ولا أبو ذي، والشباب فاست فود ولا ظروف العمل والدراسة. ظروف العمل والدراسة لا تغيرت يعني، ما أنا ما قلت ما زال الحب والوفاء حق اهاليهم طبعا، بس انما اقول الترابط الاسري تفكر يعني بعض الاحيان اقول شلون الوالد يقول والله زين انا زرته يوم الجمعه، تشوف يوم الجمعه وكان يوم الاربعاء يعني اقول يعني انت ما تروح حق ابوك يعني بين يوم، يقول لا وين انا ما اتحملت شو ودي المحرك كل يوم دي، مع ان احنا لنا كل يوم نروح الوالد نتقهوى عنده قبل الراس هم زرين شوي نسولف وياه بعدين تروح في شغل أروح بركة. هذه الأشياء فقدناها الحين يعني، أنا أحس يعني ساعات العيال يجون يطلعون ودي ويجون، بس حياة تغيرت. الله يسعدكم. كلمة أخيرة تحب تقولها؟ حبيت بس خاصي أول قبل الكلمة الأخيرة في سؤال فاتني، الأشخاص المؤثرين عليك لله أو لهم فضل عليك؟ ولهم بعد الله سبحانه يعني الوالد طبعا الله يرحمه فضل كبير، الوالد يعني بعد الله يرحمه يعني ربتنا تربية الحمد لله ترمى، وطبعا أخواني بعد يعني ما شاء الله كلهم يعني أنا لما جيت تربية أطلع دراسة كلهم رحبوا بقالوا روح مع حسب المؤسسة أو حسب الوالد. أنت كنت أول أخو توجه الدراسة؟ لا هو أخواني مثل أخوي محمد الله يشوفه شو تعبان، أخوي محمد الكبير درس في الهند 3 سنوات في بومباي، وأخوي عبد العزيز في بونا بعد في الهند بعد،
باقي الاخوان ما خلصوا الثانوي واشتغلوا بس في المؤسسة اكثر شيء. انما انا درست بس انما المؤثر اكثر شيء الوالد الله يرحمه يعني درسنا وعلمنا. نحس هو يعني اصرار على الشيء كانه عقاب، لكن لما تكبر تحس ان ابوك له مثل ما تقول كلامه صحيح كسوى ما يولك من اذونك ويجيب لك هذه غلط خالص. الوالد الله يرحمه واخواني طب محمد غير الاسره من السوق منك تحس كان له فضل عليك؟ والله يعني طبعا في تجار في السوق بس بدون ذكر اسامي عشان لا يزعلون الباقي بعد، بس لهم تاثير ويعني دائما تحصل شخص بارز ممكن تشير. نعم. شخص بارز تشير له بالاسم. يعني طبعا ابو الله يرحمه يوسف علي بن يوسف اخو ابو شوقي، ابو شوقي رئيس الغرفه له فضل كبير علي دائما، واعتبر ابوي عزيز علينا الله يرحمه. وهذه يعني من الناس اللي انا اعتز فيهم كتجار في السوق، وحاشوف شوقي ماخذ سيرته بعد شوي. فهذه يعني من الرموز او اللي انا اعتز فيها. كلمة أخيرة تحب تقولها؟ والله بس حبيت أشكركم على الاستضافة هذه، استمتعنا وياك أستاذ. الله يسلمك يخليك.